نعم سينار، هذه المرة الخامسة في الحقيقة التي تنجح فيها النقابات العمالية في فرنسا لحشد هذا الكم من التأييد، إنجاز التعبير، لعملية إضراب تشمل قطاع الطاقة والطيران وأيضا النقل العام والقطاع التعليمي. طبعا اليوم أيضا من المنتظر سينار بأن يكون هناك احتجاجات في الشوارع الباريسية، وبالتالي ولكن طبعا بعض المصادر تقول بأن هذه التجمعات ربما ستكون أقل من المرات السابقة، لأن النقابات العمالية تعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المعارضين لإصلاحات قانون التقاعد في 7 مارس المقبل، كي يكون هناك ضغط أكبر، وأيضا يتوقع بأن يكون هناك شلل كبير في قطاعات الدولة والقطاعات العامة والخاصة في فرنسا أيضا، وليس فقط في باريس في 7 مارس القادم. ولكن اليوم سينار هناك مناقشة داخل قبة البرلمان الفرنسي، طبعا هي مناقشة روتينية لهذا بنود هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق برفع السن القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما. هذا البند تحديدا ترفضه نسبة كبيرة من الفرنسيين، ولكن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن كانت قد شددت على ضرورة ووجوب تمرير هذه الإصلاحات من أجل حماية التقاعد والمعاشات التقاعدية لمستقبل الشعب الفرنسي. كما قالت أيضا هناك تشديد آخر من النقابات العمالية التي قالت بأنه سيكون هناك تصعيد أكبر في الأيام القادمة في حال لم تتراجع الحكومة عن هذه الإصلاحات. طبعا نتيجة هذا الضغط سينار تم تغيير بعض البنود خلال المناقشات الروتينية داخل البرلمان فيما يخص قانون وإصلاح التقاعد، ولكن قضية رفع السن التقاعدي من 62 عاما إلى 64 عاما لا زالت سارية، وبالتالي هذا الأمر يشكل رغبة أكبر لدى النقابات المهنية في حشد عدد أكبر الأسبوع الماضي. ويوم السبت تحديدا النقابات العمالية تقول بأنه كان هناك أكثر من 2 مليون في عموم البلاد تظاهروا من أجل رفض هذه الإصلاحات، في حين الأرقام الرسمية مختلفة نوعا ما بحسب وزارة الداخلية التي تقول بأنه كان هناك أكثر من 900 ألف متظاهر، وبالتالي سينار نفس هذه المظاهرات سيعود بشكل مستمر. نحن نتحدث عن مرة خامسة وسادسة وأكثر من أجل الضغط على الحكومة كي تتراجع عن إصلاحات قانون التقاعد. ماريا مصارع مراسلة الغد من باريس، شكرا جزيلا لك.